في ظل عمل الجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد بعد ثورة 25 يناير، عقد تحالف المصريين الأمريكيين حلقة نقاشية بالنادي الدبلوماسي لوزارة الخارجية من أجل ضمان وضع حقوق المصريين بالخارج. ببساطة شديدة زي ما قلت وضع العراقيل في مرحلة التسجيل. العدد المصريين المقيمين في الدول العربية كلهم مش ماهماش مهاجرين ومستدينين، دول مهاجرين مؤقتين، فكلهم ما قدرش يطلع من مصر الا معاه جواز، وبالتالي اكيد معاه بطاقه رفع القومي. فمن هنا كان في ادفانتج للناس دي على المصريين المقيمين. بالعكس بقى المقيمين في الدول الغربيه وفي استراليا وفي كندا وفي اوروبا وفي امريكا كلهم حجوا من فترات طويله، وهناك عراقيل بتوضع في سبيل حصولهم على بطاقه الرقم القومي. كان صراحة عشر تاريخ الجالية المصرية كل عشر سنوات. أمريكا 50 ولاية، مش كل ولاية فيها قنصلية، خلينا واحد. يعني كنسي الولايات مثلا زي ميزوري، كنسي السيتي، شيكاغو، يعني أولا أمريكا دي قارة. ما أقدرش أقول المصريين الأمريكيين هيطلعوا ينتخبوا وينتخبوا فين وإزاي ومين اللي هيسافر، وبعدين مثلا من ولاية لولاية كام ساعة وحضراتكم كلكم عارفين هذا الكلام. وطالبوا في بيان أرسلوه للجمعية التأسيسية بالتأكيد على مدنية الدولة وعدم التمييز بين مواطن وآخر بسبب اللون أو الجنس أو الاعتقاد الديني، والتأكيد على حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة الوسائل المختلفة. بيعتبر الدستور أهم وثيقة هتحدد مستقبل مصر في الفترة القادمة، ويتابع الدستور ليس المصريون داخل الوطن وإنما أيضا المصريون خارج الوطن، بل دعني أقول لك أن العالم كله يتطلع وينظر وينتظر ماذا سيأتي به الدستور الجديد، لأنه سيحدد ليس العلاقة كعقد اجتماعي فقط بين المواطنين في الداخل، وإنما بالتأكيد سيحدد رؤية مستقبل مصر وكيف يحدد مصر في العالم والعلاقات المتشابكة مع العالم، لأنه لم يعد يصنع الآن دستور قاصر على دولة مغلقة. مصر دولة محورية وعلاقاتها الخارجية وارتباطاتها وتعاقداتها، فلا بد أن العالم مهتم بالدستور أيضا.